القط ذو الحذاء، حكاية من التراث الفرنسي. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي قلب الريف الفرنسي، عاش طحان فقير وولده. وعندما مات الطحان طرد الابن خارج البيت، ولم يكن الصبي يملك شيئا غير اسمه. أنت أيها الأحمق، نسيت لم يكن للصبي غير فردتي حذاء وقط اسمه بيرو. هذا هو بيرو. قل لي يا بيرو، ماذا نفعل الآن؟ لم يعد لدينا بيت أو طعام، ماذا نفعل؟ ها؟ قل لي. لا تقلق، دع الأمر لي، دع الأمر لي. نعم، أنا أتصرف. أدع الأمر لك؟ قل لي، هل عندك حل؟ وذهب القط إلى الغابة حاملا كيسا من الكتان. كل شيء جاهز الآن. شيء جميل هنا، شيء مضحك حقا. وتملكت الأرنب الرغبة في معرفة ما بداخل الحفرة. شيء هنا مضحك من غاية. يا للروعة، صيد ثمين. أخذ بيرو الأرنب وتوجه به إلى الحاكم. إنه الماركيز كارباز. من يكون هذا الماركيز؟ أنا لم أسمع به من قبل أبدا، أخبرني من هو؟ لا عجب في ألا يتعرف الحاكم على الماركيز، فقد كان بيرو قد اختلق تلك التسمية. وفي اليوم التالي قام بيرو بتقديم بعض الفاكهة إلى الحاكم، وبعض الطيور النادرة إلى ابنته، وعقدا من الورد للقطة. هدايا جميلة، أرجو أن تشكر الماركيز كثيرا. سأبلغه بذلك يا مولاي. أريد أن أعرف المزيد عن كارباس. من نعم، أنت على حق يا ابنتي. ماذا؟ كلامك غير معقول. كلا يا بيرو، أنت متوهم أكيد. كلا، إنها فرصة مناسبة بالنسبة لك، حتى أنك قد تصبح ماركيزا بالفعل. نعم، كن واثقا من ذلك. وماذا لو اكتشفوا أمرنا؟ ثق بي. نعم، أراد الحاكم وابنته مقابلة الماركيز كارباس وشكره على ما قدم لهما، ولكن كيف يستطيع بيرو أن يحول كارباس ابن الطحان إلى ماركيز؟ البرد شديد، نعم، أبقى هنا، يا إلهي. تحمل قليلا، تحمل. ها هو قادم، ها هو، لحظة واحدة. وبسرعة تظاهر كارباس بالغرق. النجدة، الماركيز كارباس بخطر. النجدة، الماركيز كارباس يغرق. النجدة. هيا فعل ما اتفقنا عليه. هيا النجدة. حزن الحاكم لما أصاب كارباس وأمر بتزويده بملابس.
أنا الماركيز كرباس. عند رؤية الفتاة لكرباس أحبته كثيرا وطلبت منه أن يتجول معها. يا لها من زهور جميلة، حقل من هذا يا ترى؟ ردت إحدى الفتيات، حقل الماركيز كرباس. حقلي؟ صحيح صحيح، نعم حقلي. أين ذهب بيرو يا إلهي؟ بيرو بيرو. كان بيرو في حقل من الحقول القريبة. اسمعوني جيدا، عندما يسأل الحاكم أو ابنته حقل من هذا، عليكم بالإجابة بأنه حقل الماركيز كرباس، مفهوم؟ فإن أجبتم بغير ذلك سيغضب الحاكم، نعم، وسينتقم منكم. لا تنسوا ذلك، الحقل ملك للماركيز كرباس. هل فهمتم؟ هل مفهوم ذلك؟ الحقل ملك للماركيز كرباس. لحظة، إنه قادم، هيا. وعند سؤال الحاكم حقل من هذا، أجاب الجميع في صوت واحد إنه حقل الماركيز كرباس. وقال صياد أن النهر ملك لكرباس، وقال الحطاب إن الجبل ملك لكرباس، وقال رعاة الأغنام بأن السهول ملك لكرباس. قال الجميع أن كل شيء ملك للماركيز كرباس. أنا مندهش يا ماركيز كرباس، إن لك ممتلكات شاسعة، أنا لا أصدق أنك تملك كل هذا. ولا أنا أصدق أيضا، نعم أنا أيضا. كانت الأمور تسير على ما يرام حتى طلب الحاكم رؤية قصر الماركيز. عفواً عفواً، ذلك القصر ملك للماركيز كرباس، انظر إليه إنه هناك. أحس كرباس بالقلق لأن القصر لم يكن ملكاً له، وكان يعيش في هذا القصر شخص مشعوذ. سيدي، لقد سمعت بأنك تقوم بأفعال عجيبة جدا، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح. يقولون بأنك تستطيع أن تتبدل إلى أي شيء، فيل أو نمر، أيمكنك أن تفعل؟ تريدون أن تروا أفعالي؟ حسنا. وافق المشعوذ على طلب بيرو حتى يتباهى أمامه. أنا خائف، أرجوك أرجوك تبدل سريعا، أرجوك أنا خائف، يا هاي أنا خائف. خذ جماع، رأيت قدراتي؟ رأيت؟ إن طلبت مني أي شيء أتبدل إليه أتبدل في الحال، نعم أستطيع ذلك. حقا هل يمكن ذلك؟ يمكنك أن تتبدل؟ ليس هنالك شيء لا أستطيع أن أعمله، أتفهم؟ هل تستطيع مثلا أن تتحول إلى فأر؟ أن ذلك شيء صعب على ما أعتقد، أيمكنك أن تتحول إلى فأر صغير؟ نعم يمكنني. لا أصدق. لا ماذا؟ لا تصدق؟ سوف أريك ولا أسمح لك بإهانتي. أرأيتي؟ أرأيت قدراتي؟ نعم لقد رأيت. غبي. هجم بيرو على الفأر والتهمه. أهلا 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 بالحاكم، مرحبا بك في قصر الماركيز. ماذا؟ يا له من قصر جميل. ازداد حب الحاكم لكرباس بسبب ثرائه، وكذلك أحبت ابنة الحاكم كرباس كثيرا، لذلك سمح لهما الحاكم بالزواج وعاشا في سعادة دائمة.
ولكن أين بيرو؟ هل تحبين أن تمتلكي قصرا كبيرا؟ ماذا؟ قصرا؟ نعم. تستطيع أن تفعل أي شيء يا كرباس.